والمواطن بالدرجة الأولى مستفيد جدا، لأنه هذه المناطق أغلبها زراعية وأيضا في نفس الوقت صناعية، وكل النقل الذي يجري وحتى سياحية، أغلب يعني النقل يجري على هذا الجسر، يعني يوميا تعبر منه أكثر من حوالي 10,000 إلى 20,000 شاحنة، وهذا الرقم يعتبر رقم كبير في قياسات العمل الاقتصادي لدولة تريد أن تربط أجزائها البعض بالبعض الآخر، فإذا هو من ناحية الاقتصادية والتجارية مفيد. Thank you.